أهلا بكم من جديد. هل هواتفنا آمنة من التجسس والاختراق؟ سؤال دائم ما يتردد، وخاصة مع تطور أساليب الاحتيال وتقدم التقنية. هذا هو السؤال الذي نحاول الإجابة عليه في هذه الفقرة مع الأستاذ بسام السيف الخبير التقني. حياك الله معنا أستاذ بسام، شكرا لقبول الدعوة وحضوركم. الله يبقيك، أنا سعيد بوجودي معك. الله يحييك. في سؤال دائما يتردد، يتجدد حقيقة فترة عن فترة مع تطور التقنية، مع تطور أساليب الاختراق، مع تطور الهندسة الاجتماعية وغيرها من التفاصيل، لكن الأهم يمكن مع الأحداث اللي صايرة اليوم هي مفهوم التجسس بشكل عام. فالسؤال العريض اللي يطرح قبل ما ندخل في تفاصيله، هل هواتفنا أو هواتفنا النقالة إذا جاز لنا التسمية آمنة؟ طبعا في البداية خلينا نكون متفقين أنه ما في أي جهاز، سواء كان هاتف نقال أو جهاز كمبيوتر، هو آمن. مجرد هو ارتباطه في أو اتصاله في الواي فاي فهو معرض للاختراق بكل الأحوال، وكذلك معرض لسحب المعلومات سواء داخليا أو خارجيا. يعني ممكن أنه تسحب المعلومات من خارج المنطقة تماما يعني. فالأجهزة نسبة كبيرة هي غير آمنة، لذلك احنا دائما نحذر أنه لا تحفظ معلومات جدا مهمة ودقيقة في أجهزتك، لأن هي مثل معلومات مهمة زي مثلا صور الهوية الوطنية وغيرها، لا تحفظها كصورة عندك في جهازك، لأن هي فينا لا سمح الله لو اخترق جهازك لما تكون في التطبيق، التطبيقات الحكومية فأنت في أمان، لكن لما تكون محفوظة في الجهاز نفسه فهي غير آمنة. مجرد اختراق الجهاز سيتم سحبها مباشرة. قلت أنه دامك اليوم مرتبط بواي فاي أو صحيح. شبكة لاسلكية، فجهازك غير آمن. صحيح طبعا. إذا امتنعت عن أني أنا أستخدم شبكات، طيب أول شيء أخو جمال خلينا احنا نوضح أنواع الاختراق. طيب. الاختراق نوعين، في اختراق مباشر وفي اختراق باستخدام فن اختراق عقول البشر اللي هو الهندسة الاجتماعية. هذا علم بحد ذاته، وهذا العلم هو اللي أصلا يستخدم في الغالب في الاختراق حاليا. يعني نادر ما تلقى أصلا هكر متمكن في اختراق الأجهزة مباشرة، فتلقاه يستخدم النوع الآخر اللي هو فن اختراق عقول البشر. كيف أنا أصادقك، كيف أنا أقرب منك، ممكن أني ما أصادقك ولا أقرب منك لكن أعرف اهتماماتك، وبناء على اهتماماتك أصل المعلومات اللي أنا أبحث عنها عندك. هذا على مستوى الهندسة الاجتماعية. جميل. واللي المفروض يصير فيه تواصل بين الطرفين، أو فهم من الطرف الأول للطرف الثاني المخترق. جميل. صح؟ صحيح. لكن أنا يمكن هذا الجزء واضح، أبغى الجزء المهم اليوم. في كثير إشاعات، اللمبة البرتقالية الصغيرة اللي جنب البطارية إذا اشتغلت ترى جهازك الآن في أحد يتجسس عليك. هذا واحد. أضغط نجمة مربع 6-2 وتلغي اختراق. يعني أنا أبغى دقة هالكلام، يعني لأي درجة هالكلام صحيح، لأي درجة ممكن لحد أن يشوف رسائلي أو يطلع على رسائلي ويقرأها ويحصل عليها ويأخذ نسخة منها أو يسمع مكالماتي، لأي مدى هالأشياء هذه دقيقة؟ طيب خليني أخوي جمال أوضح لك أنه للأسف أنه المحتوى التقني الآن صار مهنة من لا مهنة له، بمعنى أنه الكل ممكن يعطي فتاوي تقنية لكن هي فعليا مش صحيحة ولا هي عقلانية. يعني المخترق أذكى من أنه يكون في أي ملاحظة تدل على أنه هو قاعد يخترقك الآن. أنا أتكلم اللي يخترق بشكل مباشر. صح. هو شخص يتعامل مع الأجهزة، فهو ذكي جدا لدرجة أنك أنت ما تعلم أنه هو قاعد يتجسس عليك وقاعد يخترقك أصلا. فلذلك المعلومات اللي في العادة تتداول في السوشيال ميديا أنه إذا طلع لك علامة معينة فهذا يدل أنه شخص يتجسس عليك، هذه المعلومات غير صحيحة. أنت معرض للتجسس والاختراق عن طريق عدة أو بعض الأشياء اللي قد أنت تفعلها وأنت ما تعلم. أهمها اليوم طبعا احنا لما نتكلم عن اختراق الجهاز الجوال يختلف عن اختراق الكمبيوتر. اختراق الجهاز الكمبيوتر عدة عوامل كثيرة. اختراق الجوال أهم عامل له ارتباطك في شبكة واي فاي عامة. هذا أتكلم إذا ما كان باستخدام الهندسة الاجتماعية اللي هو عن طريق تواصل. أنت ارتباطك بالشبكة العامة مثلا في المطارات، في المطاعم، في الكافيهات، أي مكان في العالم، أهم أو أسرع وسيلة لاختراقك. لأنه مجرد على سبيل المثال اتصلت بشبكة عامة ودخلت البنك، فمعلومات البنك اليوزر والباسورد اللي أنت دخلتها هتروح لأحد الأشخاص اللي هو متصل معك على نفس الشبكة بس عنده مهارة أو خبرة في مجال الاختراق. مثلا دخلت حسابك في وسائل التواصل الاجتماعي، المعلومات حتروح. أرسلت رسالة لأخوك، المعلومات حتروح. هو ما يقدر يتابع أنت وش قاعد تسوي، لكن أي عملية إرسال أو استقبال هو يطلع عليها، فيكون هو في النص. يقدر يطلع على أي شيء. من اللي يطلع عليها؟ المخترق. طبعا يعني اليوم، مو اليوم، يمكن من 10 سنوات
أو أكثر برز مفهوم بالعالم أنه to be right to be connect، من حقك أن تكون متصلاً. وكثير من الدول أوجدت شبكات الواي فاي بالأماكن العامة، حتى بالأماكن المفتوحة، حتى بالممشى تلقاها، حتى بشارع تلقاها، حتى عند يعني بمنطقة تجمع مطاعم تلقاها. صح؟ طبعاً. من أول شيء، من المسؤول عن مراقبة الشبكات اللي من هالنوع هذه؟ طبعاً الجهات بكل تأكيد اللي تطلق هذه الشبكات وعندهم احترازات. طبعاً أكيد عندهم سايبر سيكوريتي عالي، ولكن مع ذلك أنت تتكلم عن شبكة تصل لها آلاف الناس يومياً، فمهما كان الجهة متمكنة وفريقها متمكن، هم في النهاية بشر، فلا بد يكون في شخص من الجانب الآخر متمكن ويمتلك خبرة عالية ولكن استخدمها بطريق سيء، فلذلك تجده أصلاً يتابع هالناس اللي هم اصلا السايبر سيكوريتي او القسم المختص في السايبر سيكوريتي، لدرجه انه هو ممكن يعرف حتى متى يشربون قهوتهم. من خلال هذه التفاصيل هو يصل للشبكه بشكل عام. جي. يعني في النهايه اخو جمال خلينا برضو نتفق على نقطه. الهندسه الاجتماعيه لما ذكرناها في البدايه، هو ما في اختراق في العالم يصير الا بوجود هندسه اجتماعيه. بتقول لي كيف يا بسام؟ مو بمنطق، انا ممكن اخترق منصه او موقع او ايا كان بشكل مباشر. المخترق عشان يصل للمنصة لابد يبحث عن معلومات، لابد يبحث عن موظفين هذه المنصة، لابد يبحث مين السايبر سيكوريتي اللي ماسك هذه المنصة. بعد عدة معلومات يقدر أنه يوصل لهذه المنصة بشكل مباشر، لكن بمساعدة هذه المعلومات. بعيدا عن الأجهزة ومسميات الأجهزة، لكن وخلينا نتكلم عن المفاهيم السائدة اليوم. جميل. دائما يعني حتى بالجانب التقني، وهذا اللي يوصلنا على أقل تقدير، يقول لك أنه اليوم أنظمة الآي أو إس أقوى وأفضل من أنظمة الأندرويد في جانب الأمان. صحيح أم لا؟ صحيح. ليش؟ للأمانة لأن نظامها مغلق. بما أنه ذكرنا أنظمة، خلينا نعطيها. إيش تقصد بمغلق؟ أنا بعطيك الآن وصف لها. نظام الآي أو إس مشابه النظام الويندوز، فهو أنت ما تقدر تعدل عليه تعديلات دقيقة جدا، أنت لك كمستخدم مساحة معينة ما تقدر تتعداها. في المقابل في نظام الأندرويد هو مشابه النظام في الكمبيوتر كالي لينكس. هذا النظام تقدر أنك تتحكم فيه أنت حتى في برمجة هذا النظام، تقدر أنك تضيف عليه خصائص، تشيل منه خصائص، تتحكم فيه كامل كمسؤول عن النظام بشكل كامل. بالمقابل أنظمة الويندوز وأنظمة الآي أو إس أنت ما تقدر تتحكم بشكل دقيق جدا، أنت لك مساحة معينة كمستخدم ما تقدر تتعداها. يعني نقدر نقول أنه الأندرويد أنت تقدر تدخل للبنية الأساسية للنظام. بالضبط. إحنا نسميه بمسمى أعلى، الصلاحية هذه نسميها روتس أو روت. أنت عن طريق هذه الجذور راح للجذور. الجذور. أنت لما توصل الأندرويد مفتوحة تقدر توصل الجذور. بالمناسبة للأسف هو من أسرع الأجهزة اللي تستطيع اختراقها، اللي هي الأندرويد بشكل مباشر جدا. يعني حتى لو كان الجهاز اللي يعمل على الأندرويد جديد أيا كان نوعه، هو من أسهل الأجهزة اللي تعرض أو يستطيع المخترق اختراقها بشكل مباشر وصريح. وللأمانة ترى هم لهم محبين، قد يهاجموني في هذه التصريح. أنا كنت بقول مبسوطين الحين، يعني مشجعين التليفون الأمريكي، ما بقول اسمه. صحيح. مقابل الصيني. ف اليوم انت حطيت نقطة لصالح هذول. للأمانة نتكلمنا بشكل صحيح. حرام. يعني في نقطة مهمة جدا حقيقة في جانب الاختراق وحتى في جانب السلامة، وهي البطارية. صحيح. في مفاهيم كثيرة. المفهوم الأول يقول لك أنه اليوم إذا كان في حرارة عالية لبطارية جهازك فهذا علامة أنه مخترق، بينما التعليمات الفنية اللي تجي مع الجهاز تقول لك أنه ترى جهازك ممكن ترتفع حرارته، ترى بسبب 1، 2، 3. من نصدق؟ خلينا أول شيء برضو نوضح أنه ارتفاع الحرارة البطارية لها عوامل كثيرة فنية، لكن مو بدليل على الاختراق. بس ليش الناس يقولون هي دليل على الاختراق؟ أنت اليوم لما شخص يستخدم شخصين يستخدموا نفس الجهاز، شخص ماسكه وشخص عن بعد، فطبيعي جدا حرارة الجهاز حترتفع. هذا شيء فني طبيعي جدا، يعني وارد. عشان كذا الناس يقولك قد تكون ارتفاع البطارية هو دليل الاختراق، ولكن برضو خلينا نكون واضحين. مثل ما ذكرت في البداية، المخترقين المتمكنين من اختراق بشكل مباشر لن يخترق شخص عادي، ما راح يستفيد منه ماليا. في النهاية ايش هدف المخترق؟ هو هدف يوصله إلى المال. فإذا كان الشخص ما يوصله إلى المال، مستحيل شخص من أقصى دول العالم هيخترق شخص عندنا بدون أي مقابل مالي يعني. فلذلك ارتفاع البطارية ما يكون سبب كبير للاختراق. في حالات يمكن أن يعني تنفجر فيها البطارية. إحنا نعرف إنه البطاريات الجديدة اليوم
للهواتف المحمولة هي بطاريات ليثيوم بالدرجة الأولى. وش الأسباب اللي تؤدي لانفجار بطارية الجوال؟ ارتفاع الحرارة. ارتفاع الحرارة صحيح. فأنا خليني برضو نوضح هذه النقطة أخي جمال. أي جهاز موجود عندك اليوم خلينا نكون متفقين تماما لابد الشركة الأم لها صلاحيات عليه حتى لو أننا في أقصى العالم. استخدام التطبيقات في الجهاز هذا أحد المسببات اللي ترفع حرارة الجهاز. فباستطاعة أي يعني مالك تطبيق إضافة مميزات إضافية إضافة عدة عوامل لدرجة أن حرارة الجهاز ترتفع هو أصلاً مو بعندك. هذا شيء جداً سهل لكن ما يقدر أن يحدد الأشخاص. هو لو أضاف مميزات تساهم في ارتفاع درجة أو استهلاك البطارية بشكل عالي جداً فهو لازم يكون على جميع مستخدمين هذا الابليكيشن أو هذا الجهاز ما يقدر يحدد ناس عن ناس. هل يمكن اليوم أنه البطارية تنفجر بدون ما تصل درجة حرارة معينة؟ لا ألا في حالة واحدة أنه كان هذه نسخة هي مصنوعة لهذا الشيء. هذا شيء آخر. لكن لما نتكلم عن بشكل تقليدي وشكل طبيعي المفترض لا أنها ما تنفجر إلا بسبب الحرارة أو مثل ما ذكرنا أخوي جمال أنها هي مصنوعة أصلا لهذا الشيء وفي الغالب يحصل مثل هذه الأشياء. بالآونة الأخيرة بدأت يعني تسمح لي جمال بعقب على نقطة تفضل. بالنسبة للأجهزة اللي مضاف لها هذه النقاط أو نقول مصنوع لهذا الشيء ترى في الغالب هي للأسف الشديد ممكن تباع وتشترى في منطقة الدارك ويب اللي هي أصلا المنطقة الممنوع الوصول لها وفي الغالب وصولك لها قد يعرضك أيضا للاختراق. هذه من أحد الأشياء اللي ممكن تتعرض للاختراق. لكن مثل هذه الأجهزة تصنع للشخص حسب طلبه ولكن للأسف بطريقة غير شرعية والوصول لمثل هذه الأماكن أصلا غير مصرح. أصلا اللي يروح للدارك ويب في لمبة حمراء بتولع يعني. مو لمبة حمراء لمبات حمراء. فالمفروض انه ما يدخل يعني هو اصلا على ما يوصل بالأصل يعني. هو ممنوع. احنا لما تقول ممنوع هو ممنوع قانونيا على مستوى العالم صح. ولكن ايضا الوصول له مو بشيء سهل قد يعرضك الابتزاز قد يعرضك الاختراق قد يعرضك الاشياء مره كثيرة يعني. طيب كنت اسالك انه اليوم في اجهزه كثيره يعني خلال السنتين الماضيه بدأت يعني تنتشر بالأسواق من دول عدة لكن غالبها يمكن من دولة واحدة وغالبها على نظام الأندرويد. وهنا ينطرح تساؤل خصوصا عند يعني قبل شوي لما قلت أن الأندرويد هو يمكن أكثر الأنظمة. هل بالفعل هذه الأجهزة يعني أمانها ضعيف جدا جدا وللأسف أنه أنا لاحظ بعض الآباء يعطيها أبنائه لكن للأسف هذه الأجهزة طبعا احنا نسمع دائما أنه ممكن المخترق يصورك وانت ما تدري. ليش؟ من سابقة معلومات بخصوص الأجهزة الكمبيوتر كان الشخص لما يخترق جهازك الكمبيوتر يقدر أن يصور الكاميرا اللي كانت موجودة في جهازك. أجهزة الآيفون أو أجهزة الآي أو إس ما تدعم هذا الموضوع مهما كان المخترق متمكن. أصلا ما في غير هذا الجهاز بالآي أو إس في غيره؟ لا على النظام هذا؟ لا شغال؟ ليش؟ ليش الأندرويد في كثير من الأجهزة تعمل عليه ونظام الآي أو إس ما في إلا جهاز واحد؟ لأنه مفتوح المصدر فيقدر أي شخص أنه أصلا حتى لو ما كان نفس الشركة يقدر يستخدم مثل هذا النظام فاللي أسس النظام هذا ما سمح بالضبط أصلاً فهذا مفتوح النظام فلذلك نظام الأندرويد لما الشخص يتمكن يخترقك هو قادر على استخدام الكاميرا اللي في الجهاز لتصويرك. وهذا يقود لسؤال مهم جدا فيما يخص التطبيقات. بنروح للتطبيقات جميل. الآن وتحديدا تطبيقات التواصل الاجتماعي جميل. في كثير من المفاهيم اللي موجودة عندها لا تنزل صورك لا تنزل فيديوهاتك لا تحفظها بالتطبيق تراها معرضة. البعض يذهب إلى أنه أصلا الشركة المالكة لهذا التطبيق هي تمتلك صورك وتمتلك فيديوهاتك لا تحميها بشكل مناسب. لأي مدى هالكلام دقيق؟ هذا الكلام صحيح 100% 100% 100% أنت أول شيء معلوماتك كام أنت مجرد ما تنشئ حساب في أي تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي يعني خلينا نكلمك عن الأصفر. أي ممتاز الأصفر. هذا أي خلينا بعطيك من منظور ثاني. أنت اليوم يا جمال تستخدم هذا الأصفر ممتاز صورت أشياء في الستوري وراحت انتهت المدة ممتاز. أنا اخترقت حسابك أو قدرت أوصل معلوماتك ممتاز. مجرد أدخل على خاصية بهذه التطبيق أخليهم يرسلون لي على إيميلي كل ستوري أنت نزلته أو صورة أرسلتها بالخاص منذ أن أسست هذا الحساب. أوف.
كل شيء انت صورته اخليه مرسل لي مباشره، صورك في الستوري حتى اللي راحت، صورك في الخاص حتى اللي راحت. لذلك الموضوع مو بسهل. سؤال اخير بس ومثير للفضول صراحه، وتحديدا اليوم يمكن مع تطور الهندسه الاجتماعيه والاختراقات صحيح. الخاصه بالبنك اليوم ما في احد مننا ما عنده تطبيق البنك الخاص فيه في في هاتفه صحيح. والبعض يعني يلجأ لفكرة حفظ الاسم والباسورد في 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 المنطقة الخاصة بالضبط في 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 جهازه صحيح. يحفظ اليوزر والباسورد ويستخدم الدخول بالوجه صحيح. هل يعني هذا انه انا ممكن باي لحظة اخترق حساب بنك؟ صحيح، انت مجرد اختراق الجهاز هو اول نقطة يحرص عليها المخترق هي سحب البيانات اليوزرات المعلومات بشكل كامل، ابتداء من اليوزرات، بعد كذا البوم الصور والفيديوهات، بعد كذا يبدا يشوف اهم التطبيقات اللي انت تستخدمها ويسحب هذه المعلومات. حتى لو كانت المعلومات على على يعني الكلاود او السحابيه، حتى لو كانت المعلومات حتى لو كانت هناك طول ما انه موجوده هي في الجوال انت ممكن حافظها في الكلاود، بس هي موجوده في الجوال. اللي في الكلاود ممكن ترفع وتحذفه من الجوال ما يقدر يوصل له، لكن اللي انت حافظه في الكلاود وهو محفوظ في الجوال هو يقدر يوصل هذه المعلومات بشكل مباشر. معناته انه الخدمه اللي تحفظ الارقام والباسورد انت ما تنصح فيها؟ لا طبعا ابدا، لانه انا دائما انا ضد اي معلومه لك في او يوزر او باسورد مكرر انه يكون محفوظ، اول شيء ما يكون مكرر او انه يكون محفوظ في التطبيق. مهم جدا انك انت تحفظه بنفسك بدون ما تستخدم هذه الاشياء، لانه في النهايه يا اخي بعيدا عن الاختراق الذكي لو شخص مسك جوالك هو عرف كل هذه المعلومات، هذه معلومات سريه انت مجبر انك تحفظها انت كشخص بدون استخدام هذه الاجهزه. اشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك بسام السيف الخبير التقني، شكرا جزيلا لك وكل هالمعلومات الله يسعدك. بعد الفاصل نعود.